أتمت في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الثاني في المجموع هذا الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي في أول المراكز. من الجانب الأيمن هذا هو ناصي لسيد حسن بن راشد الجفالي النعيمي مع ناصي في أول المراكز. ثاني المراكز شاهين لسيد سيف بن سالم بن علي الغيلاني في ثاني المراكز. ثالث المراكز واصل هياض لسيد علي بن بخيت بن عويض المري مع هياض في ثالث المراكز. رابع المراكز هذا شعار الخيارين هملول لسيد عبد الهادي بن سيف الخيارين مع هملول في رابع المراكز. خامس المراكز مرحب لسيد محمد بن جبر الهاجري في هذه اللحظات مع مرحب في خامس المراكز. ولكن اللي في أول المراكز ناصي لسيد حسن بن راشد الجفالي النعيمي مع ناصي في أول المراكز. ثاني المراكز واصل هذا وشاهين لسيد سيف بن سالم بن علي الغيلاني. ثالث المراكز هياض لسيد علي بن بخيت بن عويض المري. ولكن ناصي في قائد زمام الامور وناصية هذا الشوط حتى هذه اللحظات هذا هو ناصي بتعود مكية ناصي للسيد حسن بن راشد الجفالي النعيمي في اول المراكز. ثاني المراكز هذا وشاهين لسيد سيف بن سالم بن علي الغيلاني. ثالث المراكز هياض لسيد علي بن بخيت بن عويض المري. أرى من الجانب الأيمن مرحب يا مرحبا بمرحب لسيد محمد بن جبر الهاجري في هذه اللحظات. اختلط الحابل بالنابل ولكن ناصي ما زال حتى هذه اللحظات في المقدمة. ومن العمق تسلل في هذه اللحظات هياض لسيد علي بن بخيت بن عويض المري. ومن الجانب الدوني هذا وشاهين لسيد سيف بن سالم بن علي الغيلاني. ولكن هياض في أول المراكز لسيد علي بن بخيت بن عويض المري. والغيلاني في ثاني المراكز. ثالث المراكز مرحب ولكن هياض مرحب وشاهين هياض مرحب وشاهين. ولكن تهانينا والناموس لمالك هياض علي بن بخيت بن عويض المري في أول المراكز. ثاني المراكز مرحب لسيد محمد بن جبر الهاجري. وثالث المراكز شاهين لسيد سيف بن سالم بن علي الغيلاني. الآن التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:15 ثانية 72 جزء من السنة. تهانينا والناموس للفائزين.